أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التحرك الجماعي للسيطرة على التطورات في قطاع غزة، لافتا إلى أن أكثر من 4000 سقطوا على الأحداث في غزة، من بينهم 1500 طفلة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك. احنا محتاجين فعلا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان احنا نتحرك جميعا من اجل احتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة، وقد تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس اللي احنا دايما بنتكلم عليه. أنا بكلمك النهاردة فخامة رئيس الوزراء وبقول إن في تقريباً 4000 من المدنيين سقطوا في القطاع، وحوالي 1500 منهم 1500 طفل، وبالتالي مهم جداً جهودنا اللي بتبذل النهاردة لاحتواء هذا الأمر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. لازم أسجل هنا وأقدر جداً الجهود اللي بذلت من فخامة الرئيس بايدن ومنكم في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف اللي تم فيه خلال الأيام الماضية وإدخال المساعدات إلى القطاع. وهنا بأكد مهم قوي أن تفضل سيل تدفق المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومن مواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني الموجودين في القطاع. فخامة رئيس الوزراء محتاجين جدا ان احنا ننسق ونتعاون من اجل الا تنزلق المنطقه في حرب على مستوى الاقليم بالكامل يكون تاثيرها مدمر على المنطقه وعلى السلام في المنطقه. ايضا محتاجين فخامة رئيس الوزراء ان احنا يعني نكون احد الدروس اللي نستخلصها من الازمه دي هو احياء عمليه السلام مره اخرى واعطاء امل الفلسطينيين باقامه دولتهم الفلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وهنا خلينا أسجل برضو بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء. هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وده أمر إحنا حريصين على أنه ما يحصلش. مرة تانية فخامة رئيس الوزراء برحب بك، أهلا وسهلا، وسعيد بكل الجهود اللي بذلها. بريطانيا دولة عظمى لها مكانتها لها قدرتها على التأثير مش بس في المنطقة في العالم. شكرا جزيلا. Thank you very much and the honor to meet you. Thank you. سيدي الرئيس شكرا جزيلا على حسن الوفادة والأجواء الترحيبية كذلك على الأوقات التي قضيناها معنا في مثل هذه الأوقات العصيبة بين الأصدقاء والشركاء مثلينا أن نتحدث عن هذا الموقف. هل لي أولا أن أثني على جهودكم فيما فعلتموه بشأن ملف معبر رفح، لأننا تحدثنا منذ فترة عن إيماننا الكلي في تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبالطبع نتطلع لعمل ولعب عظيم الدور جنبا إلى جنب مع مصر حتى نضمن وصول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن. إذن تستحقون المزيد من الثناء والشكر والتقدير على فعل ذلك. كذلك أود أن أشارك معكم آرائي وأفكاري بشأن ما فعلته حماس، وأظنكم تتفقون معي في أنها أعمال إرهابية مروعة. ونحن الآن نؤكد على أن كل الأبرياء الذين راحوا ضحية أعمال حماس الإرهابية المروعة، حتى أن الفلسطينيين أنفسهم هم ضحايا لحماس. كذلك أود أن أتشارك معكم رؤية بشأن كيف يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا في أجواء الأمن والكرامة والسلام، وبالطبع أتمنى أن أتشارك معكم في هذا الموضوع الآن. شكرا جزيلا لوقتكم.